عليكم اخوات، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى ربي تكون كلشي بخير وعلى خير. معكم التحضيرات ديال الخطوبه وتوجات التمر ان شاء الله. غادي نحتاج لي ان شاء الله واحد الكيلو ديال اللوز كيف ما كتشوفوا، اللي جا سلقته وحيدت له القشره ونشفته ليله كامله، وغادي نطحنه مع واحد الرابعه ديال السكر ديال السنيده، وان شاء الله غنوجد ليه حتى الكونكاسي ديال اللوز والكونكاسي ديال البيستاج، وغادي نحضروا معكم. المهم ثم نعاود كما كتشوفوا اللي غادي نجمعها بالماء ديال الزهر حتى كتجمع لي تكون لي واحد العجين اللي غادي نكون من واحد على شكل السيجار على قد القياس ديال التمره، وان شاء الله بحال هكا كما كتشوفوا التدريجي الماء الزهر ماشي نخويو في مره واحده كيف ما كيبان لكم. غندمج هاد العناصر هادي كامله كما غتشوفوا حتى كنحصل على وصفه ديال العجين اللي هو متماسك. كما كتعرفوا العقده تاع اللوز انا ما درتش فيها منسمات اخرى، درت غير الماء الزهر والسكر صافي. كيف ما كتشوفوا غادي نخلطها مزيان، غادي ندلكها حتى كتندمج مع بعضياتها. ودابا غادي نحضر هاد الصابع ديال اللوز على قياس ديال التمره، يعني عندي التمر شويه كبير. كنت اللوز كيف ما كتشوفوا غادي نحتاج لواحد جوج كيلو ديال التمر المجهول كيف ما كيبان لكم. داك التمر كيكون كبير بهذا الحجم هذا اللي غادي كما كتشوفوا جوج كيلو غادي يقدني فيهم كيلو اللوز ديال العقده. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نجيب ان شاء الله واحد السيف اللي يكون ما يطلقش الزغب، يكون بيض بحال هكا، وغادي عندي الماء الزهر وغادي نمسح التمر، وغادي نمسح التمر بالماء الزهر بهذه الطريقه هذه، نحيد منه ديك الغبره ولا داك باش ما يبقاش يتلصق. حتى بالنسبه للتنسيم كيجي الماء الزهر زوين بهذه الطريقه هذه، عاود ما نفسو من الاحسن نفسو بالشكل هذا. اللي مثل وجد اللوز كونكاسي والبيستاج حتى هو، وغدا نوجد كمية كيف هاك اللي غادي في كفاني، وغدا ندهن العقدة ديالي شوية العسل باش يشد ليا في هذاك الكونكاسي تاع اللوز مع الكونكاسي ديال البيستاج. كما كيبان لكم غدا نحيد لي النواس ديالو أو العظم، وغادي نضيف لي العقدة اللي سبق لي وجدت بهذه الطريقة. كما كتشوفوا دابا غادا نفتح التمرة باش نحيد لي النواس ديالها، فين غادا ندير العقدة بهذه الطريقة هادي. غادا نحاول نقادها، غناخد شوية العسل كما قلت لكم على حسب باش تشد لينا يشد لينا الكونكاسي تاع الماء ديال البيستاج بهذه الطريقة، غادي يشد لينا كله إلا درنا ليه العسل. والتزيين كيبقى اختياري، اللي يزين داكشي اللي عنده. غنعاود معاكم وحدة باش نديرها في البيستاج، وغادا ندير نزين حتى الشريحة معمرة بالقرقاع والمشمش مجفف حتى هو بالقرقاع. غادي تشوفوا الطريقة اللي غادي نديرو كيفاش غادي نقدمو هكا بهذا الشكل هذا، كيشد بسهولة ملي كندهنو بالعسل. راه ما كثرش فيه حلاوه، كيلو في ربعه سنيده ان التمر عندنا حلو. كيجي هذا التقديم ديال التمر رائع الصراحه، غادي نشوفوه كيفاش غادي نقدموه. كيجي بواحد الشكل اللي وراقي، شي حاجه اللي جديده وزوينه. واغلى العيون اللي احترات، واغلى العيون اللي كما كيبان ليكم غادي نستمر هكا، وهادي هي النتيجة النهائية ديال التمر معمرناه. جبنا هاد الطيفور هكا لي كيتقدم فيه، من هنا غادي ندير الشريحة، ومن هنا غادي ندير الشوكلاط باش غادي نزينو.
هي الكمية اللي خارج ليا كيلو ديال اللوز مع جوج كيلو ديال التمر كيفما كتشوفو. هذاك غادي نقدموه في بوحدو، هادو غادي نفس العملية البنات. عندي المشماش وعندي الشريحة وعندي الكلكل وعندي المصفر، باش غادي نمسح الشريحة حتى هي، باش غادي نمسحها كيما كتشوفو. غادي نفتحها هكا، تكون الشريحة من نوع جيد، وغادي ندير فيها نص ديال الكركاعه، وغادي نحطو فوق الستيفان اللي فوق التمر كما كيبان ليكم. صافي، وغادي نستمر هكا ونخليكم ان شاء الله مع الصور. من طيب قلبك منهالي، مزن السحايب امطرت، تسلم ايدينك وانت لي، هذه وصايفك احترت، هذه وصايفك احترت. يا فرحة العمر يا هي النتيجه النهائيه كيف ما كتشوفوا. هنايا هاد الشوكولاط انا غادي نبدلو، ما غنديروش هدايا، بغيت نصور ونعمر لكم وتاكم كفكره. اما هاد الشوكولاط ما غاديش نديرو من بعد ان شاء الله، غادي نبين لكم ونوري لكم في الفيديو القادم، وغدا نحضر معكم ان شاء الله، غادي نوريكم التحضير كيفاش قادين الحلوه حتى هي في البلاطوات، وكيفاش وجدناها ان شاء الله. ونخليكم معايا حتى ان شاء الله للاخر، غادي ندير معكم فيديوهات باش تشوفوا التحضيرات كيفاش كنوجدوها في اوروبا، بالخصوص ان هادشي عندنا ما متواجدش، غير كنجمدوا شويه هكا شويه هكا حتى كنحضروا هادشي. ونتمنى التوفيق. اخواني زانة ومحفلي من حل افراح لا سرات، من حل افراح لا سرات. يا فرحة العمر يا افراح حافظها الولي، خوات أفراح باختران، الأفراح بالصوت شاو شلال، كل بفراح استبشرات، كل بفراح استبشرات. خذك يا عالي المنزلي، حمد بك يا مسفرات، قلبه بحبك ممتلي، والفرحة في عمره كبرت، والفرحة في عمره كبرت. يا فرحة العمر يا أفراح جمال المجملي، في أغلى فرحة قدرات، الله يبارك فيها لي، يا طيبها العنب صارت، يا طيبها العنب صارت. يا فرحة العمر يا أفراح.
يا فرحة العمر أكبري الليلة بالبشرى أصفرت وجه السنة يا إيش عيلي باللي ملامحها نورات باللي ملامحها نورات يا فرحة العمر أكبري يا صفر أفرح مكانك يعتلي قمر علينا وحضرات وانتي يا أفرح توصلي.